स्टार्ट, गुड जॉब गाइस। स्लोली लेफ्ट से स्लो लेकर के आओ, ग्रेजुअली हल्के हल्के लेफ्ट लेकर के आओ, स्मूथ। अलेला, दैट्स वंडरफुल, ग्रेट, वाओ, यू जस्ट रॉक। थैंक यू सो मच। आई विश यू कुड स्टे इन इंडिया फॉर लॉन्गर। आई विश आई कुड स्टे टू, बट माय हस्बैंड इज वेटिंग फॉर मी एंड आई हैव टू गो बैक टू मोरक्को, मे बी नेक्स्ट टाइम। थैंक यू। يلا على بريغاد وراكتي راه حنا معطين اكثر من القياس وراكتي عندي ثلاثه ديال لي فلاك خصهم يخرجوا دابا ثلاثه ديال لي كوموند بلا ديال كسكسو بلا ديال السفه وسالاد ماروكان لا لي شو يلا تحركوا واه مجيد ارا فين وصلت ديك البسطيله موجوده عشا واديها في ورقتك واه يلا الله يخليك تحركوا Thank you.
مزيان برافو عليكم. ميرسي شيف. دابا ندير لاصوص. اجي غنبقاو حنا كل نهار ندوقو هاد لاصوص. وتشوف انا راه ديما كذب على مرتي فاش كتسولني شنو هي احسن حاجه كليت. غير صراحه الصبر وانا راه مازال مطول معاكم. يلا انفوي هادشي سير. اه كي راه قال لك انفوي. واش نبقاو حنا غير كوتو هنا ولا واه؟ الشيف نسيم الله يرحم ليك والدين دوك جوج ما تصرفش عليك باش نكونوا واضحين. اي ديك السيري خف عليهم اصاحبي، راه خاصنا نكونوا فرحانين في الكوزينه باش تخرج الماكله بنينه. لا انا كرهت الفرحه سي نسيم. شكون اللي حبسك؟ راه عندي جوج ديال لي كوموند دابا في لا ميزون خصهم يخرجوا. واخا الشيف. لا حاشا الشيف. دراري عندنا كوموند في لا ميزون. ما قلتش لي اختي غادي نضربوا شي دوره ناكلوا الماكله الشعبيه في مراكش؟ هي الاولى الشيف فيما بغيتي. مرحبا. علي. وي شيف. الله يرضي عليك ردوا مع داك الكزار. المرة الجاية إلا جاب لي اللحم ماشي مزيانة بقنصة بدلو وشوف شي واحد آخر. صافي يكون هنا الشيف. شوفي مسالية. وي شيف. والورقة ديال البسطيلة فين وصلت؟ وجدها شيف. إيوا قوليها. شوفي غتعاونيني في لاماريناد. وي شيف. مروان غتصاوب الخضرة كيف كنصاوبوها ديما. وي شيف. يلا مشينا. أومار يلا تحركوا الدراري يلا 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 يلا. تفضلوا مرحبا. Guten Abend. Ist das erstmal bei uns? Ja, erstmal in Marrakesch. Schöne Stadt. Schön. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Bitte schön. Danke schön. شي مزيان؟ واحد الشيف الله يعطيه الصحة فنان. سيدي بالصحة والراحة. ما حل راه ما حل لك، جي وقت ما عجبك. الله يبارك فيك الله يطول. صحة مدام. بابا. خصنا ضروري نزيدوا لي بلا أوروبيان. عليهم طلب بزاف. شيماء، على أنا إلا مشيت لشي بلاد على برا كنقلب على سكسو. كناكل ماكلة البلاد اللي أنا فيها. متفقة معاك. ولكن دابا حنا عندنا نسيم. وخصنا نزيدو نكبرو ونتشهرو. كاين شي واحد كيقول لك ليا لا. شتي هاد الشهرة انت اللي غادي تحماقي بها؟ راه تجي من التاريخ ومن الاصل ومن المعدن ديالك. شيماء بنتي انا اليوم ناشط، خليني الله يرضي عليك في كاع لاكانتي. ما خسرنا والو، جرب يمكن يعجبك الحال. وسيدي الماكلة المغربية ما كاينش اللي غينقص فيها شي حاجة. رياض زمان ما غاديش تزاد فيه شي حاجة ماشي مغربية. أتاي اللي كتشربها بابا ماشي مغربي. انجليزي وحتى تزاد عليه النعناع عاد ولا مغربي. ومني زدنا عليه الثقافه ديالنا ولينا معروفين به في العالم لدرجه ان الشينوا احسن بلاد كتصايب اتاي ناقشت تسميه الحاج عبد العاطر الجوهري في اكبر وزين عندها حيت هو احسن واحد كيصايب اتاي. انا نمشي نشوف الكليان. حسن نسيتيني؟ واش تصديتي على نساك؟ شنو كديري؟ انا يلا كنجمع حوايجي بشويه بشويه. مزيان. شنو درتي في لاباباس؟ صافي راه كملت كلشي. برافو عليك عرفتك ناضيه. واش بغيتيني نجيب لك معايا شي حاجه؟ لا جي غير انت وحشتك بزاف. حتى انا توحشتك. صافي ما بقى والو نتلاقاو. يلا نخليك تكملي حوايجك. يلا بسلامه. بسلامه. كدير عاوتاني انت هنايا؟ الشاف المره اللي فاتت كثرت القوام بزاف، ولكن هذه المره شي كيد غادي يعجبك. واش انت ما كتعاتقش؟ والو راسي قاسح. واخا اللي راسو قاسح، شوفوا هاد الطاجين شنو درتي فيه هذه المره. برافو عليك.
درتي مجهود في البريزونطاسيون ماشي بحال المره اللي فاتت. خاصك تعرف واحد الحاجه، الطاجي اللي كنديرو في الدار ماشي هو الطاجي اللي كنديرو في الريستور. شتي بغي غير كنتعلم على الشيف. قلت لك مابقاش تقول لي الشيف، انت ما خدامش عندي انا وياك صحاب. واخا الشيف. مالي راسك قاصح اخويا. ندوقو بسم الله. شنو؟ واش الشيف؟ عينينا راني كندوق اصاحبي، خاصنا ناخذ وقتين. راه أي مذاق عنده إيستواغ، عنده حياة. خد وقت قش بزرب. ولكن برافو عليك. بصح. أحسن من المرة اللي فاتت، غير هو رد البال مع اللحم. ماشي كاع اللحم كيصدق مع الطاجين. ضدك شي اللي لقيت في الثلاجة. ياك شطي لهم الثلاجة ورد البال مع التبزيرة، ماشي كاع التخالط كيصدقوا. هنا قويتي شوية سكينجبير. ولكن برافو عليك. وي أنا فرحان بزاف. كمل بحال هكا، إن شاء الله غتولي شاف كبير. ونخدم معاك باش تكمل قرايتك. ولكن بغيت نولي شاف بالقمونه. قلت لك خاصك تكمل قرايتك. يلا سير كل الطاجين مع جدك، والمره الجايه كنوعدك تضرب معايا دوره في الكوزين. شحال تعطيني هاد المره؟ انا نعطيك اسيدي 7/10، وكل ما قويتي سكينجبير كنعطيك 8/10. ياك مازال عاقل، فاش تعطيني 10/10 غادي نطيب في الكوزينه ديالك. صافي صاحبي عندي كلمه واحده، يلا سير لداركم. ها هو مشى. شفت هو هذاك نزيدك شي كاش شحال درتي فيه تاع السكر؟ طوبه ولا قالب؟ هما نعلقوا العود ثاني شي المره الجايه يديروا بلا سكر. راه كنسربوا بلا سكر. واخا سيدي اش كيعاود عاوتاني سيمو؟ جاب لي واحد الطاجين عاوتاني كيتعتق. شحال عطيتي؟ 7/10 هاد المره. انا بان لي الدري كيجيب شي طواجن ديال جده وكيبقى يبرص حتى في راسك. لا لا هو اللي كيطيب في راسك. سيمو كيفكرني براسي فاش كنت صغير، عنده الحب ديال المهنه. ولا كمل بحال هكا بالصحه تيولي شاف كبير. شغيولي؟ شاف؟ نمشي نشوف شي حاجة لداخل وجه. ها اللي جا بغا يولي شاف. بنات، الدراري، أنا فرحان بكم بزاف. درتو خدمة زوينة اليوم. ولكن حاجة وحدة، بغيت مازال نحس بالحب في الكوزينة. خاصك تكون كتبغي داكشي اللي كطيب. حيت بنا كتخرج من القلب. تفاهمنا؟ وي شاف. أنتم راكم أحسن بريكاد. ميرسي شاف. سير ترتاح. نسيم بغيت نهضر معك. مرحبا سي باجا. اولا كنشكرك على الخدمه ديالك. بالعكس سي باجا، شرف لي نخدم في رياض زمان. تواضع زعما؟ لا بصح كندوي حقيقه، حس لي الشرف. حتى انا كنتمنى نكتب سميتي في التاريخ ديال هذا المحل. الكلام هذا تيفرحني. غير بابا كاين شي مشكل؟ لا 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 كاين حتى مشكل، غير بغيتك تعرف باللي الاصاله ديال رياض زمان ما بغيتهاش تبدل، وخصوصا الماكله اللي كنقدموا للكليان ديالنا. معلومه السي باجا، وحنا هادشي راه اتفقنا عليه من نهار الاول. ولكن اخترعتي واحد البلا ما كانش عندنا في لاكارت. ما عجبكش؟ لا بالعكس، هو اللي كيطلبوه الناس بزاف. وفين كاين المشكل؟ ايه غير هو، ولكن السي باجا فهمتك، عارفك كتخاف من كل ما هو جديد. ولكن كون هاني، هذاك البلا راه ما اخترعتوش من راسي. هذاك البلا راه مغربي 100%. انا خدمتي على لا مارينا دو لاصوص بقوه مغربي 100%. ما تنساش انا راني مغربي، والهم ديالي هو نبقى محافظ على الاصاله ديال المورود الثقافي ديال الكوزينه المغربي. كون هاني. مزيان، هذا هو الكلام. واحد الحاجه اخرى بغيت نقولها لك. مرحبا سي باجا. علاش الطاجين ديال المقفول ما بغيتش تزيدو في لاكارت؟ صراحه سي باجا هذاك البلا عندي معاه واحد القصه شخصيه. ايوا هذه هي الفرصه باش تزيدو في لاكارت. ما عرفتش كيفاش نقولها لك، ولكن بالضبط هاد البلا ما نقدرش نديرو. ولكن إلا بغيتي يكون في لاكارت ماشي مشكل، نقدر نخليه عليه يتكلف به. لا 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 لا، سير تا تكون على قانتك وصيبوا لنا على خاطري. تصبحوا على خير. تصبح على خير أودي.
ستريس؟ صافا عيش بزاف بزاف كلشي مزيان الحمد لله. شكون تعاود؟ صافا مزيان صافي بليزير ليلى. شكرا. تهلا في روحك. سلامة. غصيفط لك دوموند انستغرام. مالك شواقع؟ والو. كيفاش والو؟ مين خرجنا من المطار وانت بحال هكا؟ مالك؟ قولي لي انت شنو؟ هذاك اللي جاتك في المطار كيدوي معاك ليلى بسلامة وغبوة عادي زعما؟ بديت عاوتاني انا سيل. شنو بديت؟ شنو بديت ليلى؟ انت عارفاني هاد التخربيق ما عنديش معاه. راه داك السيد غير كان جالس حدايا في الطيارة وبقينا كنهضرو انا وياه فين كاين المشكل؟ اه دوزو الطريق كلها كدوي وفاش كنتو كدوي بالسلامة؟ قلتي لي راكي مرا مزوجة؟ فراسو نسيم الله يعطيك الصبر. يلا حطيت رجلي وفرحانه بزاف. علاش كنكبروا هذا الموضوع هذا؟ وصافي دابا ندخل فيك بشي راس شي العنف اللي كينفع معاك. هضرتي عليا ولا كيف؟ صافي نسيم صافي صافي. توحشتينيش؟ سربي عليا صافي. Je m'avais pas dit que le مانيفيك والله ما كاش خبار عندك الذوق بحال هكا. لكن شي شاف ما عندوش الذوق وهذا عليا كنعرفك غير انت. صافي حتى رجليك في مره كنت تاكتيفاي. راه الجو اللي كيديرها ولكن بصح لي مانيفيك لا فيلا شي فيير دو تو. الله يعطينا وجهك بحال انا اللي فرشتها. ديك كنتي كتفاليدي كلشي. اه ولكن راه لاطوش ديالك كاينه راه كتبان ليا من هنا. لاطوش الوحيده اللي كانت عندي ديال التليفون ديك 1000 تصويره اللي صيفطتي ليا. حيد هادي صبغ هادي بدل هادي دير هادي هنا. قتلتيني. نسيم قول لي فين هي لا شومبر كوشي ديالنا؟ ها هي لالا زيدي اجي حوايجنا غيبقاو محطوطين قدام الباب. واخا مادام انا نمشي نجيبهم. يلا ما تعطلش. Bonsoir, chef Nassim. Bienvenue chez nous. Merci. Suivez-moi, je vais vous installer. Chef Nassim, je vous ramène la carte ou je vous propose quelque chose? Je peux le cacher. Libre ici. Proposez-nous quelque chose.
زوينه هاد البلاصه صح عندهم لا ديكو زوينه اجي هادو هما اللي جاوا عندك الهند وبغاو يتشاركوا معاك اه مادي علاش ما تشاركتيش معاهم عارفه كنت باقي شي حاجه في الاصاله شي حاجه في التاريخ ما بغيتش الزواق هادشي علاش اختاريت ريال زمان هادشي كاملو دايروا على ود الماكله المغربيه ما فهمتش لا والو سولتك انا توحشت انا بزاف شحال هادشي ما جلسنا انا وياك تطابق بحال هكا مازال جاي اش كدير عندي في المحل نعم بحال اللي سمعتي اش كدير عندي في المحل ياسي يلا نمشيو عافاك لا خلي دوي مسكين مسكين سيتي البوست اللي لفتي مني اللي ديتي ليا ما كفاكش مازال بغيتي تجي عندي الريستورون باش تسرق ليا لاكارت نسرق لك لاكارت كدو منيتك لا كندوي بسميتي اسمع السميه لا ماس الشيف ديال بصح ما كيدويش بحال هكا ياه وانا ما عمرني شفرت لك شي حاجه وهذاك البوست كون عندك الدراع ديالو كنت غتاخذو ما يعطيه لك حتى شي واحد وحاجه اخرى السميه نعم ما فراسيش كاع خدام انت اصلا في هذا البلاصه انا ما خدامش انا هو الباترون صاحبي كندير درون دير فيها العائله وكلاس انت اكبر شلابي واكبر مخلويد عرفتو في حياتي انت عندك مشكل مع راسك نسيم يلا نمشيو عافاك اسمعي نقولك جوج كلمات نعم كان اكبر حلم عندك هو تكون سوشاف عندي انا سوشاف عندك يعني انت تكون سوشاف عندي دابا كتامني باغي نشفر لك لاكارت كنتي شاف ديال بصح ما غاديش تنزل هذا المستوى ولا بقيتي بحال هكا ما غاديش تجيش لقدام بقى مخلوع عايش في الوهم اللي جا غياخذ ديال لاكارت اللي جا غياخذ ديال بلاصتي اللي جا غيدير ليا اللي غادي يجي ناري وغتزيد كلمه واحده اخرى واش غدير شنو واش غدير يلا نمشيو باش تيهاجم عليا نهاجم عليك انا في المطعم ديالي فاش يكون عندك شي وقت توصل عندي لرياض زمان تاكل ماكله مزيانه وبنينه وتشعل ليا مع راسك ومخمخ في لاكارت واخا وتعلم الحرفه تعلمناها مع اللواله غادي نتعلموها مع التواله الكوزينه سدات وجه علاش واش مازال ما عيتي من هادشي فين ما خرجنا خاصك دير لنا الحاله بحال هكا دابا انا اللي مني لافوط باش تشوف واش دوك كيقول ليا ما سوقيش عرفتيني ما كنحملكش فاش كدير بحال هكا واش تخليه يتعدى عليا نسيم راك كتولي اغريسيف واتفقنا شحال مره ما تبقاش دير هادشي قدامي صافي اسمح لي بقاش نعاود حرام عليك يلا وصلت زعما وقلنا نخرجوا نفوجوا شويه شوف فين وصلتينا دابا صافي قلت لك اسمحي لي شوفي غادي نديك التكليف احسن بلاصه في مراكش مزيان 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 يلا بارك الله عليكم زعما راكم خدامين فين هو داك بنادم يلا تحركوا كل واحد يوقف هنا ربيع 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 وي شاف هيد دوك نضاد ولا حبيبه هادشي فين خصو يتحط الثلاجه ها هادي راه فلوس تضيع عرفتي تنحس بكم بحال شي ربعة الكسالة جايين مكسلين ليا هنا تاكلوا وتشربوا وفي اخر الشهر تخلصوا زعما هاد الفلوس انا تنطبعهم ولكن الشاف ربيع ما تهضرش حتى نقولها لك شنو بغيتوني نسد هاد المحل نديكلاري فايت شنو تديروا والو الماكلة تسمعني تبقى تاكل في داركم مع داجي تبقى تقول لي واخا الشاف واخا الشاف وبغيتيني كل خير شر نخلصك راه شوما هادشي اللي تديرو فيا 3 شهور هادي ما دخلنا حتى ريال
وحنا غادي نلور اللور حياتي كامله قتلتها على ود هذا الريستورون. واش اليوم ثلاثه ديال الناس اللي جاوا ياكلوا؟ ثلاثه ديال الناس كون عرضت عليهم في داري ولا ديتهم الجامع الفلا شريت لهم ساندويتش كنت قام عليا رخص. بغيت غير نشرح لك ما تهضرش. هذا كوميرسيال هذا ها سي الكوميرسيال تدير خدمتك دير خدمتك. الشافر حنا كنديروا اللي في جهدنا راه غير انت اللي ما كت مالي انا انا تنتقاتل وتنموت وتنخدم اكثر منكم تنضرب تمارا اكثر منكم. علاش ريستو اللي قدامنا تيجيولو الكليان وحنا لا؟ كتهضر على رياض زمان الشاف؟ رياض زمان عرفت تسمعها ليا رياض زمان فرحان بها راه تنعرفو رياض زمان. علاش هما خدامين وحنا لا؟ انا سمعت واحد الحاجه الشاف ولكن راه خفت نقولها لك وتقلق. هضر دابا. انا سمعت باللي جابوا واحد الشاف واعر من برا جديد. اش تضحك عليا؟ شنو انا شاف شونتي ولا شنو؟ شنو انا؟ شاف تعلم انا شاف بزز منك حياتي كامله قتلتها على ود هذا الريستورون تنضرب تمارا اكثر منكم واللي ما غاديش يخدم غير يرجع لدارو. يلا كل واحد يتحرك يخدم. ويش تحرك دير خدمتك. تحرك من مورايا ودير خدمتك. كوميرسيال جيب الكليان خدم دير خدمتك مزيانه. راه كندير اللي عليا غير الشاب انت. سكوت ما تهضرش. غدا سي علي. قلت عليك الشاف. يلا قلت لك مابقاش تقول لي الشاف دابا حنا جوج صحاب خارجين كيتغداو مع بعضياتهم. واخا سي راسي. انا بعيدتي الشاف ودرتي بلاصتها السي. قول لي. نعم السي. كي جاتك لاكارت جديدة؟ راك عارفنا السي نسيم انا راه ما عندي حتى دخل في داك الشيء. انت هو الشاف. عليم ترى مونسو شاف. يمكن لك تقول رأي ديالك. وهي لاكارت تبدل فيها بزاف ديال الحوايج. ولكن على العموم خلص. نو كيبان لك خصنا نبدلو فيها شي حوايج؟ ما قلت والو سي ناسي. وبارك عليك، إلا بغيت تقول شي حاجة قولها صح. ماشي معقول الشاف؟ لاكارت خصها تبدل كلها. نعم؟ زعما غير درتي موديفيكاسيون لتحت وصافي. فاق السي علي، الحمد لله ملي دويت بينا. شوف من بعد جلسوا أنا وياك ونهضرو ونتفاهمو، شي حاجة اللي ما عجبك نقدرو نتفاهمو عليها. إلا بغيتي شي اقتراحات تقنعني نديروهم ما كاينش مشكل. فهمتي؟ نقول لي جيتنا نعس. وبالعين. زيد راه وي مت ندواز هاتي اش كان مرحبا نعمت سين طنجيه يوجد مرحبا عجيبه الطنجيه تاع الدجاج والله يتضر بهذا الفخداش هذا الفخد هذا بغيتو ليك اسا السلام عليكم ولدي نسيم السلامة الله يسلمك وين جيك الريحة ديال الأتاي ديالك عاطين باب الرحمة ديك راه ريحة المحبة يا الهبيل إيه لك كبيتي لنا شي كاس هي اللي ما تعاود أنت اللي شربتي هذا الكاس أحيانا عليك إوا دوق وتسبن لي تاني هذا تاي كي داير انت كي داير العائلة كل شيء بخير الحمد لله عمي الحسن الله يخطيك بسم الله بسم الله ما عرفت شنو كدير في هذا يا عمي الحسن ولكن من احسن ما شربت في حياتي اللي كتخرج من القلب اولادي كتوصل للقلب انت وليتي كتقول الشعر ولكن كلامك معقول راه نهار كبير هذا اللي جيتي بعدنا عندها وراه محلك هذا واش حنت براني عليا الله يحفظك يا عمي الحسن هي جيتي على ود العطريه ديالك جيت على ود اتاي ولا ود العطريه اشد مرحبا بك الله يهديك راه انا كنكون فرحان نهار اللي كتجي لعندي الله يحفظك واحد الدقيقه
بسم الله. أنا سيدي هالأمانة راه كل شيء تما. كل شيء؟ كل شيء تما. ولا اللي خطك عليه عمي الحسن؟ مالك زربان بلاتي بلاتي عليك. أنا سيدي هذه واحد خليطة ديالتي صوتها بيدية بيدية كادو المدام. أنا وزيد نسي شوية نزيد كرانس. أنا بلاش كاش بكادتي دور. لا ما سالي هادي تاني ريكلاماسيون كيدير الشاف على اللحم ديالك. ما عرفتش شنو واقع بالضبط واللحم ديالكم تنوقف عليه بيديا. هي دابا انا غير كنكذب. لا حاشا ما قلتش هكا. وجمع راسك صاحبي انا قادي ما ندافع عليك راه غايجيبوا شي واحد اخر راه ما نعقلش عليك. كون هاني سالي تنوعدك هاد المشكله ما غاديش يبقى. لا لا غير يبقى نيت تالي ريكلاماسيون راه ما نعقلش عليك. يلا دردك وهاد اللحم اللي بقى سالي صدق منه راه اليوم الجمعه. يلا الدراري واش السلعه نخليوها في الدوزيام بوزيسيون او الشيف نسيم الشيف نور الدين صافا نهار كبير هذا الله يكبر فيك. كنتسناك تجي عندي الريستورون ديالي تدوز عندي ان شاء الله. كنتسنى شي وقيت ان شاء الله وندوز لعندك. غادي تشرفني لزتي. لا غادي يكون شرف ليا. كي غادي الامور معك مزيان؟ الحمد لله راك عارف الريستورون ديالنا عنده لي كليون ديالو فيدي اللي تيجيو ديما. مزيان راه الشيف نور الدين وزينه ديالك معروفه في المدينه. كنتسنى الى وقيت نجي ندوق ماكلتك. الله يكبر بك خليك مزروب شويه غادي نتسناك ضروري. تري بيان تري بيان. كيسولوا على البلا اوروبيا و سي البهجه ما بغاش شي حاجه من غير الماكله المغربيه. انت شنو بان لك؟ شوفي البهجه راه باك انت كتعرفي حسن عارفه العلاقه ديالو مع الماكله المغربيه ما كاينش شي واحد اللي بدل الراي ديالو. بصراحه انا متفق معاه. ياك احنا جايين عندنا البلاد خاصنا نذوقوا ماكلتنا بحال احنا مشينا لشي بلاد ما ناكلوش كسكسو. تماما نفس الهضره اللي قال لي. وانت عارفه الجواب متفقين عليا انتوما بجوج. شي حاجه اخرى بغيت نقول لك فرحانه بزاف حيت انت معانا هنا. سلام. اهلا كيفاش كانت المفاجاه؟ زوينه شيماء صافا الحمد لله تو وصلتي مزيان. بريكاد قدم لكم مدام. سلام لاباس نجي نضرب لك دوره في الكوزينه. ما كرهتش ولكن خاصني نمشي خالتي كتسناني شتي غير نطلع لك وصافي كلشي مزيان كيدايره الحمد لله. الحمد لله واخا الا بغيتو تعاودوا تعاودوا على برا عندنا الخدمه. باي باي سلامه. يلا يلا كي غدا الامور شيماء؟ مزيان احنا غاديين. انتي انستاليتي؟ اه كاينه في البلاصه اللي خصني نكون فيها حدا راجلي. مزيان هي غنولي نشوفك بزاف هنا الا ما كنتش غنبرزط. الله يهدي بالعكس مرحبا بك. الله يبارك فيك صافي بليزير سي البهجه. اهلا لا ليلى على سلامتك ابنتي على سلامتك. الله يسلمك توحشتك بزاف. انا توحشتك. ايوا كي دازت الرحله؟ الحمد لله عييت شويه ولكن فرحانه ندخل لبلادي. ايوا مزيان استقريتي مزيان بعدا؟ لا صافي استقريت كلشي هو هذاك. ايوا بغيتي تاكلي معايا واحد الشيوه؟ والله ما كرهتش ولكن خاصني نمشي عندي ما يتقضى. لا 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 انت طلتي فينا في الهند كيفاش ما طلوا فيك هنا؟ لا بابا خاصها ضروري تمشي تشوف خالتها. ياك ايوا ضروري تزورينا ان شاء الله بخومي. يلا سلامة. 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 أه
حتى انا خاصني نمشي نوجد راسي. يلا فيقوا معايا شويه راكم نعسو. عندنا كومود اسورتي مصالات ماروكان سفاك سكسو بصيله ديال الدجاج ودوره درويال. ويشاف ما سمعتكم؟ ويشاف يلا مروان خلي داكشي اللي في يدك وتكلف بالسو. رضا صفا ويشاف واخا انت بالصرا شاف. يلا تكلفي بها انا غنتكلف بالدورات. يلا عاليش بزاف الدورات هو الاولى شاف. يلا يلا اون بوش. يلا تحركوا الدراري تحركوا تحركوا. هاو شنو هادشي؟ شنو هاد التخربيق هذا؟ واش هادي ماكلة كطيب هاد تاكلها في داركم؟ هاد السي راه باس من مالك. ولكن شنو غاتقول؟ معاك ما تقول، دير خدمتك. سمعوني كاملين، ما غنبقاش ندوز مور كل واحد فيكم بحال الدري الصغار. ديروا خدمتكم كيف بغات الدار، فهمنا؟ علي خلي داكشي اللي في يديك وعاود لي هاد السفة هادي. اوكي شوف سيري ضربك شوية البرد برا سير سير. يلا واش غنباتو هنايا سقي هذاك السكسو هذا غنباتو نعسي انت يا نعسي نعسي. يلا 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 حيد صافي سيري ديري حاجه اخرى سيري ديري حاجه اخرى. طارق شوف جيب داك الموسوجي معايا. شتي شحال ديال الموديريل هنا؟ هادو راه فلوس تيديرو. واش تبقى تنقص منها؟ صافي سير دير خدمتك. ادير خدمتك يا طارق. شوف غنضرب. شنو نضرب؟ كي داير لاكارت ديالو؟
هما لاكارت ديالهم راه بحال لاكارت ديالنا. زيدي لنا واحد 10 ولا 12 بلا ماشي شي حاجه. واش 12 بلا وتتقول بحال لاكارت ديالنا؟ من الاخر شنو كليتي؟ كليت القرعه معمره بالدجاج. واش القرعه معمره بالدجاج ولا الدجاج اللي معمر بالقرعه؟ دابا هو ما عرفتش. المهم كليتي حاجه فيها القرعه والدجاج. من الاخر كيدير داك الشيء بنين خايب زوين احسن من هذا الشيء اللي تنطيب انا ولا قل. مزيان مزيان راه ماشي جواب. علاش سيبتك انا تما؟ بنين زعما. كيفاش غير بنين؟ دقتيه قلتي هذا بنين صافي. ودابا الصراحه الشاف ديك الشيء راه واعر ما عرفتش كي ما عمرني دقت شي حاجه بحال هكا. ضرك وجهك ضرك وجهك. زي بلي الهضره ملاوطه. طريق طريق اجي كمل هادي فما. واش هادشي علاش تخلص؟ صيفطتك تمشي غير الدوق وتجي وتقول لي شنو؟ قول لي شنو عندهم بلاكارد. علي واش شاف ناسي؟ الصوص واجد كمل هاد البلا. اوكي نوجد لك شي برداتي غدير بوز. لا خصني نمشي كمل لي بلا كاملين كنتخفيك. اوكي شاف يلا الدراري تحركوا. اخر مره يوقع عندي هاد الشيء هنايا. يلا يواسير شوف خدمتك. واخا معلم. بابا فراسك بلي ناسي مشاو خلا الكوزينه. فراسي؟ ايوا ما قلتي ليه والو. راه خلاها لي يكمل السيرفيس ديالو. يمكن الا مخلوع على مرتو. والراجل الا كان مخلوع على مرتو راه حتى حاجه ما تتوقف قدامه. يلا يتعشي. لا ما في ما ناكل بصحه. خويا نسولك عافاك. مرحبا. راه تودرت وما عرفاش فين كاينه. ما عرفتيش فين جا ريستوغوريات زمان. اختي انا نمشي من هنايا. واخا تقدر عافاك تعطيني التليفون ديالك ندوز واحد لابيرا ديالي تفا. مرحبا دفع. شكرا. اش كديري؟ نسي مسوح وانا كنقلب على الريستوغون. اش كدير انت؟ خويا كاين شي مشكل. كاين مشكل. اش كدير مع مرتي؟ اختي راه لي داك التليفون. اجي فين غادي؟ نسيم نسيم مدام ليلى ما عندهاش برص راسها. كلشي غادي يدوز مزيان ان شاء الله. تعطلوا انا ملاش شنو كيديروا ليه دابا. ايوا راه الدري مكسح كنعرفوا حنا احسن من الطبار.
كان لينا نعيطوا لبابا في الحقيقه. كاين لاش بابا حنا في الكفايه خصنا مع من نهضروا واش نبقاو هكا. انظر دكتور الحمد لله ما عندكلاش تخلايات راه كلشي مزيان الحاله راه مستقره. وفين هو دابا دكتور؟ دابا راه خرج من الانعاش درناه في لاشوم ديالو خلاوه يتغوبوزا واحد 24 ساعه. واش نقدر نشوفه؟ نبغيك تشوفيه ولكن ما بغيت ليه يهضر ما بغيتو يرتاح واحد 24 ساعه ماشي مشكل المهم هو نكون حدا راجلي. اوكي ما كاين مشكل تفضلي. شيماء وشيماء مشيو ولا نجيو نبقاو شويه. ليلى ليلى نسيم شكون هذاك اللي كان معك؟ الحمد لله بعد على سلامتك. قلت لك شكون هذاك اللي كان معك؟ واش بقيت هاد الهضره هادي؟ وقت هاد الهضره هادي شكون هذاك اللي كان معك البارح؟ هذاك الولد عطاني التليفون ديالو باش نعيط عليك حيت ديالي طفى. تهنيتي بقى راسك بعدا بقى صح كيف ديما واد شي فاش كتنفاقص وحيط الراس. سي نسيم صباح الخير. سلام عليكم. كيف صحتي؟ الحمد لله دكتور شكرا. مزيان صافا بيان دورمي؟ مزيان. يلاه. معايا نسوقون؟ لاباس صحيح. اوكي شوف فيها. اوكي. شي حاجة كضرك؟ ما راسي شي شوية دكتور. إيوا سلام عليكم. راه الضربة راه ما سهلاش. ولكن الحمد لله لي زيكزام راه مزيان. غنخرج. فين غتخرج؟ باش نبقى ساكن هنا. الحقيقة لي زيكزام مزيانين مو جو بونس كنت مزيان ونعطيك لا سوغتي اليوم. سمعتي؟ قال لي نقدر نخرج. المهم كواك سو سوا ها الكارت ديالي غادي تعيطوا لي إلا احتاجيتوا شي حاجة. شكرا دكتور. بارك الله عليكم. مش ضروري من هادشي راني مضروبي في راسي ماشي مارس من رجلي. خلينا بركة من الصداع. على سلامتك سي نسيم. الله يسلمك اسي الباشا. نسيم الحمد لله على سلامتك. بيرسونيل كلشي كيسول فيك. شكرا. سي باشا كون هاني غدا ان شاء الله غنرجع للخدمة. صحتك هي الأولى سي نسيم. اش منيتك؟ نسيم ما عندكش علاش تزرب. من بعد يكون خير. لا امبوسيبل. خاصني نرجع للخدمة. واخا دابا نشوفو. غير ارتاح دابا غدا ان شاء الله ونشوف. ليلى إلا احتجتي أي حاجة أنا موجود. بارك الله فيك اسي الباشا. خليت لكم الراحة. بسلامة. على خير. الله يسلمك اسي الباشا. ما يكون عندك باس. ما كاين لا خدمة لا والو راه ما غاتمشي للخدمة راك مريض. شنو نبقى قاصد الدار؟ بيان سور خاصك ترتاح. واش دابا غنخرج من الفراش ديال السبيطار باش ندخل الفراش ديال الدار؟ اه. حيت خاصك ترتاح. ليلى راني مضروبي ضربه في راسي ماشي فاتحه على القلب. ولكن هادي لوكازيون باش نجلسوا مع بعضياتنا. ناري انت شحال فيك تاع تريكيل ياك؟ ولكن عجبتني الفكره وهذا الشيء ما نحيدوش راه برصني والله. سي سي راه قال لنا الطبيب نقدروا نحيدو غدا ان شاء الله. واخا شوف انا نمشي نبدل الحوايجي ونشد لك واحد الشيوه بالزربه ونجي صافي. واخا يا ادو اودي حتى انت الله يهديك راه كتوقع لينا كاملين. انا راه ماشي جفاف باش يدير لي هاد الحاله هادي. شكرا. ما شفتي والو كنعقل كنت خدام عند واحد الشاف الا تعصب ما كيدويش ما كاين غير التيار في الطباس. ايوا هو جابها في عظامو راه ذنوبي هذوك اللي خرجوا فيه. ما تخربيق اصاحبي. اش قلت؟ ما كنتشفاوش في الناس اصاحبي استغفر الله. شحال من مره ضحك معاك وكبر بيك قدام الكوازنيه. اي وما تنساش اللي تعلمتي معاه شحال من حاجه ما غادي تلقاها لا في كتب هاد الكوزينه ولا شي حد اخر غادي يعلمها لك. دراري صافا؟ على السلامة تعطلتي. طريق عامرة شي خبر على الشيف؟ سولت السوشاف قال لي راه ولا لاباس. كيبان لي خصنا نمشيو نطلعو عليه. فكرت فيها ولكن والله ما عرفت. سي ولكن نطلعو عليه. راه غير الشاف ديالنا راه ماشي كيجينا شي حاجه. راه بحال قلتيها الشاف ديالنا
اجي انت كليتي بعدا باقي صاحبي شي وحده اخرى عافاك شكرا كل حار كل يقولوا انت كيفاش فكرتيني؟ شم ريحة الهند البلا كيفكرني بزاف الحوايج الشفة ديالي وشنو كيسحب لك انت بوحدك اللي كتعرف طيب؟ انت راه كيطيبتي لي قلبي وروحي وزدتي لي القوام ديالك كتولي حياتي بنينة الله الله كان خاصك هاد الدقة في الراس باش تقول هاد الهضرة والله عطيني وجهك مابقى نقول لك والو ورا انت اللي الله عطينا وجهك انت راك القليب والكبيدة لا انا الشاورما نيت كل كل انا نمشي نجيب لك الشاي ناسي اش واقع مالك ومالك اش واقع نسيم ناسي ما كنهضر معاك مالك مالك خلعتيني عليك مالك انتي ما درتي والو هادشي اللي باغا تقولي درت هادشي كامل انا اللي درتو ليلى عافاك بركة ما زيدتي تكملي عليا نسيم ما تبقاش مقلق عافاك كلشي غير رجع كيف ما كان وحسن غنمشيو نشوفو احسن طبة ولا بغيتي نقدرو نمشيو لشي بلاد وحده اخرى الا خفتي شي واحد يعرف بحالاش ما عرفتش اي بلاد المهم هو راه ديسيزيون نكون واخدينها انا وياك ما عرف باش تبليت كنشوف حياتي كلها كتدريب قدامي خدمتي احلامي كلشي وما تقولش هاد الهضره التفاؤل زعما تعلمتو منك المهم دابا ليلى ما خصو واحد يعرف علاش معاود تمشي للخدمه خصني نرجع نخدم كي غدير ليها ما عرفتش والله ما عرفت واخا اللي بغيتها هي اللي غادي تكون جو تو ليسري با طومبي ولكن ما تبقاش مقلق
واخا يا الله لا بريغات الخونه الله يرحم الوالدين راه ما بقاوش النهار كامل هنا وجد واحد الطاجين ديال البرقوق قريب قرب الشاف قريب ساكن في السلي في الدو دياز كندق عليه يا الله واه الاخوان راه داك الخيار راه يعطونا فيه اجي انت شنو واقع شكون عارف سو شاف مد اليوم اصحاب راسه هو الشاف عندك الحق فيها ديالك فريد فراسك قبل ما يجي الشاف ناسين راه علي اللي كان غادي يكون الشاف هاد الكوزين ولكن على ما كيقولوا السي البهجه جاب ناسين واحد البلاصه كبيره في الهم والله اعلم انت كون انا براستك ومشيت فحالك ايوا لا 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 راه هو جلس باش يزيد يتعلم اجي بعدا عرفتي شكون هو الشاف ناسين راه هو اول شاف مغربي ايطالي فهمتي الشباب راه جوينا بزاف اللي بغى يجي يمشي للدارون عندنا ثلاثه ديال لي بلا اسورتي مونسالاد ماروكان بلا ديال الكسو والصفا الله يعمر شي واحد موجود داك الديسير انت دابا غادي نبدا فيها شر باش تي كل الوقت اللي ضيعتيه في الهضره ضيعتيه في الخدمه كون راه حنا سالينا هادشي جوج دقائق واجد السلام عليكم عليكم السلام السي بهجه كلشي مزيان كلشي تمام والرجل ان شاء الله مزيان عندنا واحد لا كوموند ديال بلاريات زمان نعم شنو راك عارف هذاك البلار الشاف نسيم هو اللي عنده لا روسيت ديالو داكشي ما نعرف منين بدا منين توالي ايه ايوا نقولوا باللي ما موجودش هاد الليله كان احسن يلا ايوا تلقوا يديكم كان احسن بخير سي البهجة سي نور الدين سي داير لاباس الحمد لله وملي تنفقوا بصحيحتنا هذاك هو الفضل ودا ما شفناكش انا غير هنا ما عندي فين نمشي كيبقى الشاف نسيم سمعت داك الشيء مسكين اللي وقالو سمعتي مزيان غادي يولي مزيان تنتمناه يرجع لخدمته الشاف بحال هذاك ما تيتعوضش هو غادي يرجع ان شاء الله كيف قلتي الشاف بحال هذاك ما تيتعوضش انت كيف دايره معك الامور المحل ديالك غادي مزيان راك عارف الكوزينه كي دايره مره طالعه مره نازله والكوزينه كتبقى في بلاصتها المشكل في اليد اللي تيطيبوا فيها ودوز عندنا شي نهار شرفنا ان شاء الله السي الباشا ايوا خليت لك الراحه السلام عليكم وعليكم السلام الصراحه ما بقيتش فاهم مول هذوك الدره من نهار خرجت داك الصباح ما كنشب ما تلفت هاك ولاتي زرع هذا كلشي مزيان السي ناسي كنقول ليها يا دكتور اختي خير ديال السم والدق انا ما نقدرش نبقى بحال هكا غادي نديرو كاع لي زيكزامان كومبليمونتير باش نعرفو بالضبط كون لي باليك دكتور نديرو باسكو دابا ديك لا زون اللي جات فيها الضربه راه بعيد على لو سونس اولفاكتيف ولو سونس ديال لوغو واخا عفاك دكتور هادشي خاصو يبقى بيناتنا راك عارف ما خدمتي ما بقيتش مشاكل نو بيان سور سكري بروفيسيونيل اللي تقال هنا راه غيبقى هنا اسمح لي راه غير ستريس وصافي لا والو كيدير لي دابا لو ستريس شوف لو ستريس سي توتافي نورمال انت فوق تو تكاني فوق تو تغول هاك ياك وخليني انا دا سي مون جوب غنجيبو لي ميور سبيسياليست غنقراو على هادشي اي اون فا تروفي اون سوليسيون Merci beaucoup, docteur Zinek. Enfin, madame, merci. Ça fait donc que je suis à votre disposition. Si vous avez besoin de quelque chose, vous revenez vers moi. D'accord, ça fait. Merci. 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 السلام عليكم وعليكم السلام تسلم السينات كيف داير الحمد لله كلشي بخير هذه ليلى المدام هذا عمي الحسن معرفه قديمه من الصغر مرحبا بك بنيتي مرحبا راه نهار كبير هذا اللي شفناك ولاباس ملي جابك بدا عندنا تفضلوا تفضلوا ارتاحوا تفضلوا ارتاحوا
الخيتونية الله سبحان الله العظيم عمرت هذه البراد ديالتي وكنطلب على الله يجي شي واحد يشربوا معايا. ربي يخليك السي الحسن. السي نسيم راه كنعرفو من باقي صغير، كان تيجي لعندي هو وجده لالا الياقوت الله يرحمها ويجد عليها الرحمات. الله يرحمها ويوسع عليها مسكينة. كان ديما خشيني فو في الطوجين ديالها، بالحق هي ما عندي ما نقول، كانت يديها تبارك الله عليها بنينة. بيني وبينك السي الحسن، كان صبر لي على الشيطان وقصو حياة الراس ديالو. يا بنيتي ديك الله راه حتى حنا كنا صابرين عليه، اش غادي نديرو؟ غير هو السي نسيم راه راجل مزيان، راه واخا كيتقلق دغيا راه قلبو صافي الله يرضي عليه. الله يعطيك الصحة بعدا على هاد الكويس. ياك بعدا كاس عجبك؟ إيوا شربي يا لالا بالصحة والراحة. ولدي نسيم مالك ياك لاباس؟ لا والو عمي الحسن، برزتي شوية وصافي. ارخف وليدي على راسك، راه القلب ملي كيخدم كثر من جهدو ما باقي كيدوق والو. اخلع الله عمي الحسن. ارخف وليدي على راسك، وراه ربي عالي وعالم. ما فهمتش. فاش تخوي راسك غادي تدوق كلامي وتفهمو. مرحبا بك بنيتي، شربي اتاي ولا خصتي مزيد اتاي. شي ضيوف غادي يجيو اليوم؟ مرحبا. الله وليا فيهم. مرحبا المعلم. ونطفوا لي الباب ديال المحل. واخا المعلم هو الاول. يلا سير. نسي على سلامتك، كي وليتي؟ الحمد لله سير باجا. ولكن خصك ترجع للمحل ترتاح واحد اليومين، باقي عليك الحال. نسي باجا كنحس براسي مزيان في الكوزينه، نكون احسن. انا ما متفقش معاك، خصك ترتاح. كيلاش تخلع سي الباجا؟ هاي ضربه صغيره كون هاني. خليك نتوه انفوي. ميرسي شيف. انفوي. دي لا باردون سي كريم ياك. مرحبا، راهو كيتسناك. تفضل. مرحبا. ليلى صافا؟ صافا الحمد لله شكرا. كيك لاباس؟ وراه مبرصت على نسيم راك عارفه. نسيم كيبان ليا ولا بخير، ما عندكلاش تبرصتي. غير كيبان ليك شيماء الضربه اللي حدا في راسو راه ما سهلاش. نسيم كيف ما كنعرفو ما يمكنلوش يبقى بلا خدمه، واخا تكون فيه الموت. راه دا هو المشكل ديالو، راه ما كيعطيش الراحه لراسو كاع. جو سي راسو قاصح. صافي هادشي مالح بزاف. واخا سيدي نبدلو دابا. اسمحي لي واحد القلب. ياك لاباس لالا؟ لا ما كاين حتى شي مشكل، غير هاد السر مالح بزاف. صغيرتو الشاف؟ لا ما بدلنا الشاف، ولكن انا غنوقف عليهم في الكوزينه حتى يصايبوه لك كيف بغيتي. شكرا لله. مرحبا. نعرف شنو واقع؟ علاش بغا يرجع؟ ما يمكنش، والله ما فهمت والو انا. ذوقوا. ايوا
نسوس مالح نسيم مالح بغيت نقول بغيت نقول في الكوزينه عيب الله ولا شنو ولا نبقى ندور كل واحد فيكم بحال الدري الصغار دير خمسكم ولا غير شي واحد ضرهم اليوم ما غيرجعش سمعتوني بالشاف رجع خدمتك رجعوا خدمتكم غتبقى مخبي تما بزاف شاف لاباس لاباس ما والو ولكن الحمد لله سمعت شنو واقع لك ويلي كلشي كتعرف هنا ديرها غير زينة عندك الحق انا درت داكشي اللي قلتي ليا هاد المرة غادي تدوق وضعتني 8 على 10 مشى ليا الدوق كيفاش واش محتوى وشنو غادي دير كنت في بلاصتي شنو غندير غادي نجيبهم سهنا صوا شكون هاد صاحبك كنخدم لك شاف سيمون ومرتك زوينه ياك سلايو شو داكشي يبقى بيناتنا صافي واخ شنو داكشي يبقى بيناتكم كنضحك معاه بغي يشوفك البهجة يلا بغيتي نسي البهجة نسيم أولي أنا بغيتك تمشي ترجع لمحلك ترتاح واحد يومين وترجع علاش حس بيك ماشي هو هذاك كاين حتى شي حاجه هاد السي البهجه لا 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 حس بيك مبرزط وراك عارف الا ما كانش لقانا في الطياب البنا ما كطلعش ولا لا عندك الحق السي البهجه وفهمتك انا كنحس براسي مزيان وكلشي غادي هو هذاك كون هاني اللي بان لك شي حاجة أخرى سي البهجة لا لا دابا غير سير شوف خدمتك شكرا كيبان يمشي بعزي حسن ما يجري البهجة ما تكبرش الموضوع يا نسيم راه الطبيب قال لينا سي جوست اون كاستيون دو طون ليلى راني شاف خاصني ندوق كلشي قبل ما يخرج من الكوزينه كاين شي حوايج اللي خرجوا من الكوزينه وصلوا للكلين راه كارثه دابا لقاو الحل فين هذيك بالا مسوسه كملتيها عرفتي تسول على الملحه كملتها ولا ما كملت ليلى فين زيتي لقيتها شنو لقيتي لقيت الحل اللي هو غنديروا سبيكتاكل ديال لا دونس في رياض زمان باش ما يديوهاش الناس ماكلتك عاوتاني لا دونس ليلى عاوتاني ياك سالينا بها هذا الشيء عرفتي عييت من هاد الهضره ناسي شي راه كنديروا على ودك ماشي على ودي كلشي كنديروا على ودك خليت لا كارير ديالي في لا دونس وفي السينما ماشي حيت بزتي عليا حيت انا بغيت شوف كي كتعامل معايا كتفكر غير في راسك عييت طلع لي هادشي في راسي بزاف ليلى ليلى
عليك من الاخر رمقات فيا الحال شيري اسمح لي لا لا بقى فيا الحال شي ليلى بقى فيا بزاف وصافي اسمح لي ما كاينش لاش ما عرفتش شحال ديال التضحيات درتي على ودي بصح ما عمري درت على ولدك شي حاجه هز لي عمي تبعني من بلاد البلاد صبر عليا حيت كنبغيك انت اهم واحد عندي في حياتي كلشي عندي زايد ناقص ولكن انت ما كتشوفش هادشي شو اللي قلت ما كنشوفش هادشي راسك اكثر حاجه مرضاني في حياتي شناهي يا ما قدرت نرد لك ولا شويه من داكشي اللي كديري معايا صح بعد مرات كنحس براسي اناني خدمتي وصافي لا تقولش هادشي المهم هو تكون في حياتي بركه عليا طيب تصرحتي معايا يلا عاودي لي على الفكره ديالك واش كدوي بصح انت اكثر وقت كنتي خفيفه في الدنيا واش بصح بغيتي تسمع شنو هي الفكره ديالي كيفاش جاتكم الفكره انا عجبتني بزاف وانت السي نسيم اللي بالك الحاج زين رياض زماني واللي كباري زين علاش لا بابا مشيت لهاد الدرجه دابا راه سبيكتاكل ولا شي حاجه ضروريه وحتى حنا خصنا نسيروا الوقت فاش نموت سيريها كيف بغيتي سي البهجه نجربو بعدا ونشوف ويلا ما عجبكش نحيدوه دابا انت اللي مزيداهم لهادشي بابا عافاك عطينا فرصه ما غاديش تندم نعطيكم فرصه باش تريبوا هادشي اللي بنيت شيماء ليلى اخر مره نسمع هاد الهضره وخليونا نشربوا واحد الكاس ديال اتاي في خاطرنا ولا عرفتي شنو انا اللي غادي نمشي سبيكتاكل غادي يدار سي البهجه مي غيسافر غنديرو اش كدوي منيتك شيماء ليلى عيب شدي راسك اوكي انا مشيت جو رابيل توت الوغ صافي بون كوراج ميرسي شيماء مشيت كدير راسك سبيكتاكل غادي نديرو ماشي شغلي نهيتك شيماء راه البهجه غادي يقلب لها علينا حياتي كامله وانا كنسمع الهضره اللي كيقول يا بابا وحتى انا هذا ريستورون ديالي ومن حقي ندير فيه اللي بغيت بلاش فهادشي شوف بابا عنده زياره ديال العائله وكتاخذ ليه من سيمانه حتى لجوج هذا هو الوقت اللي خصنا باش نوجدو صافي كون هاني كلشي غادي يكون مزيان فؤاد واحد بلا حر للشاف واحد حر لي انا قلت لك السي نسيم كانت ديما كتراودني ديك الفكره ديال ندير محل في الدخله ديال الملاح يكون عصري وشعبي في نفس الوقت عصري من الناحيه ديال لا بريزونطاسيون ديال الاطباق وشعبي انه كيحافظ على المورود ديال مدينه مراكش مدينه اللي الانسان يقدر يخرج يفطر ب 5 دراهم تبدا ب 10 دراهم 15 درهم راك عارف الناس ماشي كلشي قادرين انهم يمشيو يتعشاو في ريستورون مودرن صح عندك الحق كيفاش ما درتيش وراك عارف حنا ولاد الكوزينه وتزادينا في الكوزينه الغاسترو خص تشوف لا بريغاد حنا تزدنا باش نكونوا في الكوزينه السي نسيم عندك الحق كوزينه عالم وبليا ما قلتش لي علي نعم كيفاش الفكره ديال الانيماسيون في ريستو زوينه من هنا توانسوني حتى حنا راه كتجينا القنطه شويه لداخل عندنا ماكله زوينه سيرفيس زوين ريستورون زوين علاش ما نديروش حتى حنا انيماسيون بحال كاع الناس سمعت باللي مراتكم ان شاء الله هي اللي غادي مرتي ارتيست سي علي اسمح لي نقدر نجاوب واحد المكالمه وي وا شكرا
انسى لي نعيط لك صافي. يلا تسلم. يا سلام. شافوا ليتي كتاكل الحار. فؤاد شاد الحار. برافو عليك، كل نهار كتفاجئني. ميرسي شاف، ملي كنسالمو. علي ملاتي ما يمكنش الدرع، ما يمكنش. حاولت حاول نطيق انا المذاق قلت ما قدرت. باش بزاف اصاحبي. سي زبير مرحبا بك، انا فرحان جيتي عندنا للريستو. اسمح بالخاطر. انا ما فرحانش، ما يمكنش تكون فرحان. ودابا الشاف نسيم انا جاي على ودك كنسمع بالشاف نسيم احسن شاف في العالم، وانتم في الاخر الماكله باسله. سي زبير اسمح لي، ما عرفتش شنو وقع. اسمح لي انت، اسمح لي، اسمح لي حيت جينا انا ناكلو. حاولت نتيق الماكله ولكن ما قدرتش. الشاف ناسي ما يمكنش. انا غادي نمشي للجامع الفنا، غادي ناكل احسن ماكله في العالم وغادي نشبع احسن شبع. ان شاء الله ننسى هاد البساله هادي. والله لا سي بيان دوماج، والله زعما الدراري يلاه نمشيو. والله لا ما تقيسنيش، ما تقيسنيش. والله ما ندير ليه ستوري بالله. مرحبا بيك، لاصال ولي دونسور كلهم جاولك. الله يبارك فيك. البنات اسمعوني، فازي فازي. كنقدم لكم ليلى من اكبر لي كوريغراف اللي عرفت في حياتي. جات باش تقاد واحد سبيكتاكل دانيماسيون، وجات باش تختار فرقه منكم. دوكو البنات حمروا ليا وجهي وبينوا بلي راه انا بروف واعره. داكا يلا ما شاري، نخليك دابا وتتسالي وعاودي عيطي لي. ميرسي بوكو. مرحبا بيك. البنات مشينا؟ مشينا. يلا.
لابتيت بوز غير تكملوا ونعاودوا. اوكي على سلامتك. عجبك هاد الحالة اللي حنا فيها؟ ما فهمتش. ما تيبانلكش ريستورون خاوي؟ شنو دابا ديك الماكلة اللي طيبت انا اللي غناكلها؟ دابا تصاوب الشيف، دابا تقاد. ما عرفت كيفاش غتقاد وانت باش تديرش خدمتك. شاف وعرفت داكشي اللي طرا لهم تما البارح. شوف، لما كانت الخبار ديال راه سدوا غير ضرك عليا زلابتك. لا راه ما تسدش الريستورون الشيف. هو ضرك زلابتك. لا غير هو البارح واحد الكليان جابوا ليه بلا وما عجبوش وردوا ليهم. هادي خبر زوين، ها انت بديت تستعجل. ها حاجه اخرى، جاو السيرفيس ديجيان وغيسدوا ليهم. ما كاين لا ديجيان لا والو، لا غيسدوا ليهم لا والو. غير هما على ود ما بقاتش مشي الدعوه ما يديروش طيح ورده. ويلي والبهجه وافق ليهم؟ ما نعرف. وانت منين تجيب هاد الخبر؟ عندي ودينا ديالي تم. عرفتي احسن حاجه دير انت هي دير خدمتك وتدرك عليا زلافتك. غتقاد الشيف كنواعدك. صافا مالك؟ عييت حاسه بيك والله. بخي ندوق شي حاجه هانشم شي ريحه. نحس براسي بحال ميت. عارفه بلي هادشي اللي كدوز ماشي ساهل، عارفه، لكن احنا صابرين حتى تتقاد الامور. عرفت واش غادي تتقاد ولا مازال غادي تتكفس. شوف نسيم صاحبي سيمو كي داير؟ كيف بقيتي؟ كي خليتيني؟ هي ما غاديش تعطيني النقطة هاد المرة. قريب دعي معايا. يا رب تعافيك. يا رب تعافيك، يا رب تعطي الدنيا الصالحة، يا رب يا رب تنجح. شو تقلبها ساعية؟ أنا ندعو معاك وصافي. حاجه ماشي عاجبك مع الشيف؟ كهرتيني انتيا، بغيت غير نعرف واش انتي شواف ولا كويزين. خليني نقول لك، والله حتى تنعرف القرات ونجو، والشيف ديالنا وجو مخطوف. راك عليا متخربك ديالك ودير خدمتك. النهار قال لك عجبها طول عمارها، انا براسي ما عجبتنيش. السيد مرون. لا لا لا، فيك الفهمات بزاف، عرفتي شنو؟ إلا ما بغيتيش ترجع لبلاصتك، أنا اللي غادي نبدل هاد البلاصة. سمعوني مزيان. وي شاف، هاد الليله مهمه لينا كاملين، ردوا معايا البال. علي معول عليك. وي شاف تفاهمنا؟ وي شاف.
ودموعي تسيل اليوم الواحد نبكي عليك يا قنديل ونشكي همومي نجوم الليل طفيتي الشمعة في سواد الليل خنتي العشرة وكنت ليك فليل تمنيت نساك وبحالك ما لقيت مثيل روحي عطشانة وقلبي يغلي يا حسرة على أيامي سواد الليل هجرني وساني واش مازال ما سبق جراح حس بيها عذابي هجرت ونسيت خليته في غيابي عديت كل شي وسمعت في حلامي عديت كل شي ورجعت في كلامي حكيت مطوين كتبوا بيه رواية قصتنا عمرها ما كانت في نوايا مازال ما تبرجح حس بيها